تواصل الإدارة العامة للمرور جهودها الدؤوبة في مجال تحقيق السلامة المرورية من خلال التعاون الدائم مع كافة مستخدمي الطريق. وفي هذا الإطار تمت الاستعانة بأنظمة الكاميرات الذكية التي تسهم بدرجة عالية في رفع مستويات السلامة المرورية. في إطار حرص الإدارة العامة للمرور على تطبيق متطلبات السلامة المرورية لكافة مستخدمي الطريق، تم استحداث أنظمة المرور الذكية والتي قللت نسبة المخالفات والحوادث المرورية، إذ تبين الإحصائيات انخفاضا واضحا لحوادث الوفاة بنسبة 38% لسنة 2016 و 33% لسنة 2017 مقارنة بالعام الذي سبق تفعيل أنظمة المرور الذكية. الكاميرات الثابتة، الكاميرات الثابتة ترصد الإشارة، ترصد السرعة، ترصد طفل في المقدمة، ترصد حزام، ترصد انتهاء التسجيل، ترصد مثلا المربع الأصفر، جميع أنواع المخالفات ترصدها. أما من الكاميرات المتنقلة اللي هي نقول عليهم الدوريات الذكية، من اسم الدورية نعرفها أن في شيء تلقائيا قاعد يصير داخل الدورية. الحين الدورية ماشية على الخط، شرط المرور موجود داخل الدورية، تمسح السيارات جهة اليمين، تمسح السيارات جهة اليسار، تمسح السيارات في المواقف، وتحول جميع أنواع أرقام السيارات إلى داخل الدورية، وتصير عملية بحث في نظام المرور داخل الدورية. جميع أنواع المخالفات ترصدها وتجيبها وين؟ داخل غرفة. إذا جت داخل غرفة، شرط المرور يقدر يخلي الكاميرات جميع الكاميرات تصوير مباشر، يشوف جميع المواقع في الشوارع، اذا شاف جميع المواقع في الشوارع لو سمح الله في حادث، الحركه متعطله في الشارع بسبب زحمه، سياره متعطله على الشارع، نقوم نحرك جميع الدوريات ونرسلهم للموقع نفسه. وقد أثمرت هذه الجهود بحصول الإدارة العامة للمرور بالملتقى الحكومي 2017 على جائزة أفضل الممارسات الحكومية عن الخطة الوطنية للسلامة المرورية. ساهمت الأنظمة الذكية في خفض نسبة المخالفات المرورية، ومن أهم هذه المخالفات تجاوز السرعة القانونية للشارع، تجاوز الإشارة النور أحمر، وتجاوز من خط الطوارئ، وبالتالي أثر إيجابا على خفض نسبة الحوادث ما بين عام 2016 و 2017. ومن جانب آخر ساهمت الأنظمة الذكية في انسياب الحركة المرورية على شوارع مملكة البحرين، وذلك من خلال المراقبة لجميع الشوارع بالمملكة، وفي حال لا سمح الله وقوع أي ازدحام أو تعطل أي مركبة يتم إرسال أقرب دورية لموقع الازدحام المروري. وفي إطار السلامة المرورية نصيحتي إلى جميع مستخدمي الطريق الالتزام بالأنظمة والقوانين، وذلك الحفاظ على الأرواح والممتلكات العامة. إن الإدارة العامة للمرور حريصة على تعزيز جهودها في السيطرة المرورية على تحقيق أعلى مستويات السلامة، وهو الأمر الذي يتم في إطار شراكة وتعاون مع كافة مستخدمي الطريق.